25 من 2024/2012. أحرار لبناني بعد سرقتهم من قبل الجيش الأسدي. كل ذلك بسبب وجود المراقبين في مدينة حمص لا يستطيعون ضربنا بالهاون أو الصواريخ. يقومون بأحراق المنازل بعد سرقتها. حمص خير قصور 22/4/2012. خرب المباني بعد سرقتها بسبب وجود المراقبين في مدينة حمص لا يستطيعون ضربنا بالهاون أو الصواريخ. يقومون بإحراق المنازل فقط. حمص خير قصور 22/4/2012. أحراق المباني